هاي للانتخابات. هاي تتذكروا كيفاش الجمعة اللي فاتت المحكمة الإدارية طيحت القرار متاع ليزي ورجعت في السباق ثلاثة مترشحين للرئاسية اللي هما عبد اللطيف المكي ومنذر الزنادي وعماد الدايمي. ونورمال مو حسب القانون الانتخابي ليزي لازمها تطبق القرار متاع المحكمة الإدارية وما عندها حتى خيار آخر. عاد سيف فاروق بوعسكر خرج نهار اثنين في نقطة إعلامية من غير إعلاميين وقال القانون هذا تنجم تنفخ وتشرب ماه وطيح قرار المحكمة الإدارية وخلى فقط ثلاثة مترشحين في الرئاسية اللي هما العياشي زمال وزهير المغزاوي وقيس سعيد. اللي صار خطير برشا وخرق للقانون عيني عينك، وهذا الكل على خطرهم خايفين لا يخسروا الانتخابات. الحكاية قامت عليها القيامة وخرجوا بيانات من عند الجمعية التونسية للقانون الدستوري وأساتذة متاع الجامعات في القانون ومن عند جمعيات ومنظمات وأحزاب والناس الكل باهتة في عجب ربي. يعني عبارة نلعبوا في طرح كورة وجاي واحد هز الكورة بيديه وحطها في الشبكة والحكم حسب البونت واللي كلم الحكم ياخو ورقة حمر. نزيدك فوق من هذا اللي العياشي زمال توقف نهار الاثنين وزهير المغزاوي من جهته تحل عليه بحث وممكن يخلط عليه الحبس. حسيله هيلة انتخابات الديمقراطية الحقيقية والعلو الشاهق بتاع واحد يجري وحده وخايف ليجي الثاني.